كذب الشعب التونسي وانت تطلب معناها تونسي اول مره. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته يوم الدين. وبعد، لقد أبيت أن أزور تونس في ظل الحكم البائد الذي أفسد البلاد والعباد، وسعدنا بثورة تونس سعادة مباركة، لأنها سعادة كبيرة، لأنها فتحت الباب أمام الشعوب العربية للتحرر من النظم الاستبدادية البوليسية الفاسدة. الحمد لله على ما تم عندكم وعلى ما تم عندنا، ونسأل الله الكريم أن يكلل مساعي إخواننا في كل من ليبيا وسوريا واليمن بالنجاح إن شاء الله رب العالمين، حتى تتحرر هذه البلاد وتعود إلى دينها وإلى ربها وإلى قرآنها وإلى سنة نبيها، لأنه لا عز لنا إلا بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنه لا شرف مثيل أن نستقبلك نحن في تونس. بارك الله فيك. الله يبارك فيك.